نحن بالثانوية عنا قناعة أنه درس على الحال ما بيبني طالب. هيدا المشروع الحلو فيه واللي ملفت أنه هو جمع طلاب من مناطق مختلفة، بينما إذا بدنا نحصره يعني إذا بدنا نحصره بمحل معين بإيديولوجية معينة بثقافة معينة، اليوم هيدا عم نحدد له من فكره. يعني الإبداع بيجي هو لما نعطي الشخص حريته، مش لما نوجه له تفكيره لما نقمعه. لما هالطلاب هيدا عم تتفاعل مع بعضها بأنشطة خارج إطار الدراسة أكيد بتوطد العلاقات بيناتهم أكثر، وخاصة أنه بقلب مدرسة رسمية تحديداً عم بيكون دايماً الحس الوطني موجود. فهيدا نمى عند التلاميذ مهارة أنه إبداء الرأي، ما في مشكلة ببدي رأيي. حسيت أنه كمان بنمي عند التلاميذ مهارة الحوار وتقبل الرأي الآخر، بالأخص لما نعملوا الأفلام القصيرة اللي سووها تشوف أنه لأنه كانوا بنفس الجروب من كذا منطقة، أنه كيف بطريقة التفكير أو وين منصور بهاي المنطقة، فيها هذه المنطقة مثلاً مشاهد معينة أو أهالي هاي المنطقة بيحكوا بطريقة معينة، وهيدا أكيد بيعطي غنى للتلميذ أنه يكون بيعرف الآخر. شافوا ناس بيفكروا فكرون بعد عنهم لقون لا مثلهم بيفكروا مثلهم، فأكيد هيدي حتبني شيء بشخصيتهم لبعدين، إنه ما عاد عندهم خوف بالتلاقي مع ناس من محل تاني. وهون كانت فايدتها، يعني اليوم هن من خلال نشاط رياضي أو نشاط فني أوجدوا حوار بطريقة ما. يعني عطول بفكر إنه لازم نحنا كأساتذة يمكن وقت نتقدم شوي بالعمر وبالخبرة منصير نحس هالولاد بعيد. أنا برأيي بالعكس، لازم نحنا عطول نجرب نرجع لورا نرجع نحن لمستواهم ونحن لطريقة تفكيرهم. أنا أيام كتير بتعلم منهم قصص للولاد.